نظم اتحاد الشباب الديمقراطي معرض الحرية أنثى في اليونسكو، فضم أعمالاً فنية متنوعة لفنانين شباب لبنانيين وسوريين. بعد تراكم شغل من الشباب المشاركين ومواهب كل سنة عم تكون عم تشارك معنا خارج أنه هي تظهر للعالم، قررنا نعمل معرض باليونسكو كرمال نبرز شوي المواهب الموجودة عند هذا الشباب. هن بمعظمهم يا هوات يا تلاميذ جامعات. حتى كمان عنا الافتتاح رح يكون مع فرقة الدرب الطويل، اللي هي انطلاقة كمان لمجموعة من الشباب الموسيقيين، اللي يعني بيكون مثل كأنه عمل متكامل بين رسم وتصوير ونحت وموسيقى. تقريبا في حوالي 20 شخص مشارك، في لبناني بمعظمهم وفي 3 فنانين من سوريا. هي أول مشاركة لي هون بلبنان مع اتحاد الشباب الديمقراطي السوري. كان الموضوع عن المرأة والأنثى حرية، فلذلك كان عندي 3 أعمال اللي اخترتهم. هي ابتسامة أمل لمسنة ظاهر عليها تعابير السنون، وفي لحظة ترقب لأيضا إنسانة مسنة عم تترقب حدا كتير عم تنتظر هاي اللحظة لحتى تشوفه، وفي امرأة وطفلين. في يمكن إذا شفتوا العمل راح تلاحظوا أنه الأم فيها لحظة وقار قدام طفليها اللي كل واحد له نظرة شكل. لاحظت أنا بالمعرض أنه لما وصلت لصوريك لقيت في تقنية عالية، في شغل على الموضوع وفي ألوان حلوة وفي فكرة بكل صورة، يعني لفتينا من كل هالنواحي. خبريني أكثر. مبدئياً أنا بصور واقع، بصور كل شيء بينعمل بالواقع، يعني بأغلبية صوري في حقيقة. يمكن هذا الشيء اللي لفت لك نظرك. ما بحب ركب صور، ما بحب أقول لوحدة وقفة وأنا بصورك. جميلاً كل صوري هن مأخوذين من الواقع. تعلمت التصوير كان عمري 16 سنة، كانت هواية. بلشت بالسوني ساندويتش، كتير بحب أقعد عند الكاميرا، وشوي شوي صرت أتطور فيها. أكيد كتير ناس دعموني. هلا شو صار معك كاميرا؟ معي 550D يلي هي ماشي جميلاً قدام صور الكاميرات اللي بيصوروا، بس كتير بحبها. من اليونسكو، دارين شاهين، قناة الجديدة.